التاسع على التوالي عمال الشركة مضربون بفرعيها فرع الجيت من الليل وبلاد الصلب، نظرا لاثر التعسفي لاكثر من على اكثر من 30 من العمال ديالنا، اثر التعسفي الجماعي لتخطيط الاداره، عقب ذلك ان قام باغلاق الشركه في وجه العمال، وبقاو بعض العمال داخل ما استطاعوش انهم يخرجوا وبعض العمال على برا. نحن اليوم نطالب اولا برجعوا لنا خوتنا المطرودين، ثم تحقيق الملف المطلبي ديالنا على اساسه انه اتخذ الاجراءات هذه وتخذت الاداره ضدنا هذه الاجراءات. والإدارة المكتب الإداري اللي هو جديد في شخص عمار دريس اللي كان مدير التنمية الصناعية في لوسيبي، اللي جاء على أساس أنه باش يقمع النقابة اللي تأسست منذ 5 أشهر، واللي ذكر أن 40 سنة في هذه الشركة هذه لم تؤسس النقابة، عندما تؤسس يتم قمعها من طرف الإدارة. شهر 20 عام، نهار 7 في شهر 8 قبل 20 عام، عندي الدليل صحيح. الناس اللي جايبين راه كلشي شفار. شاف ديال السيكيريتي بالستات ناي جوج بلايك. شاف ديال السيكيريتي جايب بالستات ناي جوج بلايك اللي دار عباد الله، وحده كدل على الاداره وحده تدل ها الطوموبيلات منين يدخلوا، ها تجيب واحد سير تقول لي ها الطوموبيلات يتلمس الطوموبيل تقول لها منين تدخل، كاميو منين يدخل، سالير طيح. كنجيب 82 فرير 84 فرير بالاقدميه. 20 عام ديريكت هادشي كلشي صابرين حقنا صابرين، ولكن ملي ولاو الناس متفقين رانا مع الناس. خير انا ما تكونش عليا الحجه بان باش السيد راه رافض الباب راه نطرق، راه كلشي كاين، راه الدوله راه في راس الخبر، كلشي في راس الخبر. حنا اليوم هنايا محتاجين داخل الشركه بعد التصرفات التعسفيه اللي قامت بها الاداره باغلاق ابواب الشركه امام العمال، فمن بعد واحد الاحتجاجات السلميه اللي كانت بدات بحمل الاشاره وكبت واحد حمله قمعيه من طرف الاداره، وكان هناك تعسفات وهجمات على بعض العمال وتهديدات ومساومات فيما يخص الخلصه ديالهم والتهديدات على انهم ما غاديش يستافدوا من التعويضات. حنا بني بدينا هاد النقابه دابا 5 شهور الحمد لله، وكانت غادا بواحد الطريقه سلميه وبواحد الطريقه نزيهه. في اطار المفاوضات كنا كنتفاوضوا على الملف المطلبي ديالنا بكل وعي. مني جات هاد الاداره الجديده دابا واحد المده ديال واحد الشهر قلبت لنا الحسابات وقلبت الطاوله، وابت الا ان تتصرف بكل همجيه وتعنت ضد هاد العمال. Wow!